أمهات بعض الطلبة اليمين وأمهاتنا وخواتنا وبناتنا، هالشكل نوصلهم؟ هالشكل ممكن نوصلهم؟ يعني كل سيدة اخترت بها أيام الدراسة أصبحت مخشورة؟ وين الآية اللي تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ الحبيب هذا الموعظة الحسنة عندك، هذا الداعية الإسلامي. هالشكل يخاطبكم، هو كلكم هني مع اسقاط قوم الاختلاط، كلكم انتم قاعد يشوفونكم بهالطريقه هذه. لكن احنا ما راح ننزل الى الدرك الاسفل، ما راح ننزل الى المستوى. انا راح اقول لكم وياكم حق. نعم، اللي ما يبي الاختلاط ويا حق، واللي ما يبي يدخل اولاده وبناته الى مدارس او جامعات مختلطه مع حق. والمفروض يكون في هذا البلد مؤسسات تعليميه تلبي حاجات الكل. انا واحد من الناس لا يمكن اوافق على ادخال اولادي الى مدارس غير مختلطه، لان هذا راح يساعد على تربيه سيئه. شو يقولون؟ يقولون احنا اتفقنا ان نطرح القضايا الاساسيه في هذا البلد في بيانهم الاخير. شوف بيانهم الاخير اصلا اللي تنكر الى بيان امين عام جمعيه الاصلاح، يقول احنا ما قاعد نخاطب بناتنا واولادنا الطلبه هني، قاعد نخاطب الغرب. والله العظيم هذا بيان من هو شو يقول؟ يخاطب الغرب والجامعات الغربيه في بدايه كلامه. لقد سبق بين وصحيح من مسلم الحزب صح اجتماعي الحملة الأخيرة التي شنها أنصار الاختلاط. أنصار الاختلاط وين؟ باريس ولا وين؟ عندنا احنا نقول لهم لكم حق انتم، واحنا لنا حق. احنا نبي نربي اولادنا بطريقه معينه، نبي نخليهم يشعرون بالثقه بالعلاقه بين الذكر والانثى. احنا ما نشكك فيهم، احنا لا نقول فيهم ولا الزوري ولا السفلس ولا غيره. لان هم مثل ما قالت الطالبه بسمه الحميدي كلام عدل، هم يشوفون نفسهم لغايه من نفس يعقوب.